FM. الكلمة ليك. الهادي جيلاني اللي هو أخذها الاتحاد عام 88 على سي الفرجاني بالحاج عمار الله يرحمه وينعمه. أخذها ولا سوبلي في وسط الاتحاد المنظمة ذيك خلقت فيها نوتر ديناميك. فهمتني؟ ديناميك أخرى نتاع أن جون اللي تحمل المسؤولية في درجة معناها في على رأس المنظمة ذي وخلق منها حاجة أخرى. إكسترورديناير في إعادة الهيكلة نتاعها في إعادة تنظيمها في التوزيع في الحضور في كذا في المداخلات خلق كونتروتر سي جي دي بور لي جون تلهاب الشباب عملوا لهم سي جي دي تلهاب المرأة التونسية وعطاها اعتبارها في وسط المنظمة وخلق الغرفة نتاع النساء صاحبات الأعمال إلى ترانسفورمي ساهم خلق بالتفكير في بناء المقر العزيز اللي موجود اللي حبت تجمعها معناها فكوا لغايات معناها انتقام لكل ما كان موجود لدي جيلاني تحمس وليتو خدم برشا حاجات ممتازة ممتازة جدا وقع بعد الثورة الشعبوية اللي صارت ولادي جيلاني بي وعليه والناس أنا يظهر لي مش تحس فيه على خاطر رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية لأنه ساهر من ناحيتين بن علي وطرابلسية يظهر لي هذا الأوبجيكتيف ما عاقبناش بن علي وما عاقبناش طرابلسي دونك عنا أن بو كيميسير يلزم نحطوه هذاك ونكسروه شو المطلوب في القضية دي؟ هذه أطراف كانت تنشط معنا في الاتحاد وهي من الأطراف اللي حاولت تفك الاتحاد وتاخذه بتنسيق مع أطراف سياسية وغيرها في البلاد هذه ما خليناهمش احنا دونك سون فونجي على ليدي جيلاني وقالوا هذا راهو عنده دي مالفيرساسيون وعنده ليدي جيلاني مش فوق راسه ريشه إذا كان هو عنده دي مالفيرساسيون وعنده سوء تصرف وفي خذا حاجة من الاتحاد وموش في حاجة راه في الواقع بشيخ لأن كي نحكيه على ميزانية الاتحاد وإحنا من موقعنا نعرف شنية الميزانية ليدي جيلاني نبا بزوان دو توسا ليدي جيلاني وقت اللي تخلى الاتحاد وشد المنظمة ذي كان في بوزيسيون معينة وسط رجال الأعمال وقت اللي خرج منها إلا تي دي باسي بار 2000 بيرسون ولا كلاسي من الأخرانين دونك اريتون من ناحيه الثروه الشخصيه اي هو ايش يقولوا كذا يدري شنو لا يا سيدي وعندنا ديزوديتور وعندنا كونغري لو سول اللي ابت باش يحكم على هادي جيلاني او غيره ولا المكتب التنفيذي كاملا برمته هو عندنا مؤسسات في الاتحاد عندنا المؤتمر عندنا المجلس الوطني والمجلس الاداري والمكتب التنفيذي وكذا عندنا مؤسسات مش منظمه همجيه كاب اف ام الكلمه ليك